الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله صلاة الشرديقة والشرديقة وشخضابها عبنا يا رحمة الرحيمين يا رب العالمين يا رب جعلنا بالخير والبركة اللهم لكم الذرية الصالحة ولكم الهدوء والاستقرار يا رحمة الرحيمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب هذه التلاوة وهذه الصدقة وهذا الطعام إلى روح والديهم المصطلح ولا روح أجدادهم وأبائهم جميعا برحمتك يا رحمة الرحيمين يا رب العالمين يا رب